حقيقة يعني المضحك المبكي أيضا بالعراق أنه السيد حيدر العبادي حاط شروطه للمشاركة بالعملية السياسية. يعني حيدر العبادي عنده مقعدين اثنين وياه وحاط شروطه، يعني أنا ما استغرب الخاسرين يدورون الآن على مناصب، هذا الشيء المضحك. ولهذا أيضا ما استغرب، عندك هاي الصورة زي المخرج الخاسرين، لا ارجع للصورة الخاسرين، اخر صورة دزيت لك اياها، الخاسرين من السنة هم حاطين شروط، صالح المطلق وسليم الجمهوري وسام النجيفي هم قاعدين يريدون يحطون شروط، ويا الاخ دكتور جمال الكربولي. فمن مهازل العملية السياسية اللي وصلنا لها حاليا انه الخسرانين بالانتخابات هم بدوا يحطون شروط. رجع زي المخرج، اذا كل شيء مؤجل، كل شيء مؤجل الى بعد 15/7.